لسه مكملين معاكم فقراتنا في نهارك سعيد. وزي ما كنا النهارده في اول الحلقه بنقول كلنا بعد الثوره اكتشفنا ان عندنا حاله ارتباك عام، مش قادرين نقدر نفهم وظيفه ودور كل مؤسسه من مؤسسات الدوله، مهام واختصاصات كل واحد مننا، كل موظف في الدوله من اكبر مسؤول في الدوله من اول رئيس الجمهوريه لحد اصغر عامل في الدوله، وبالتالي قطاعات كتيره جدا في الدوله كان ليها نصيب من النقد ونصيب من الهجوم، لكن اكتر القطاعات او القطاع اللي كان ليه النصيب الاكبر من الهجوم هو الاعلام، سواء الاعلام الخاص او الاعلام الحكومي. عايزين نعرف ايه الدور الحقيقي للاعلام، ايه المفروض يلعبه في الفتره الحاليه، خصوصا ان احنا بنعاني من حاله من عدم الاستقرار. اللي هيجاوب على اسئلتنا دي كلها ويعني عايزين نعرف منه حاجات كتيره جدا خاصه بالاعلام هو الكاتب الصحفي والاعلامي الكبير استاذ شريف الشواشي اللي منورنا النهارده في نهارك سعيد. صباح الخير. صباح الخير. اهلا بحضرتك. أهلا. ربنا يخليك. خلينا نبدأ مع حضرتك بدور الإعلام، دور حقيقي المفروض يمارسه الإعلام إيه؟ هو دور الإعلام ده طبعا قضية مطروحة من عشرات السنين، من أول ما بدأت الصحافة ودور الصحافة كان في الثورة الفرنسية. هل دور الإعلام هو توجيه الناس لأيديولوجية معينة أو لفكر معين، ولا إعطائهم الحقيقة وتصوير وأن الإعلام يكون مرآة للواقع وللحقيقة؟ هو ده التناقض اللي لغاية دلوقتي مش قادرين نحله في مجتمعاتنا، لأن ده اتحل في المجتمعات المتقدمة. احنا ليه بيوجه هذا النقد الشديد للإعلام في مصر وبالذات من سنتين؟ يوجه هذا النقد لأنه البعض يتصور، والبعض ده هو الحقيقة يعني التيار الديني، يتصور أنه الإعلام بيقوم بدور ضده وبيعبئ الناس ضده، في حين ان الاعلام الحقيقه بيعكس ما يحدث. يعني مش في حوالي اكتر من 1500 شهيد سقطوا من سنتين؟ مش في مظاهرات تقريبا يوميا في مصر بقالها سنتين؟ مش في ناس بتتجمع في الاتحاديه قبل كده وفي المقطم؟ مش في صدمات وجرحى في على الاقل 5000 جريح؟ ده واقع. فهل احنا، هل الاعلام دوره الا ينقل هذا الواقع؟ لا، لازم ينقله. فأنا شخصيا شايف أن الإعلام بقاله سنتين بيقوم بدوره إلى حد بعيد. الخطأ الثاني أو التصور الثاني أن الناس متصورة أن الإعلام ده له تأثير ضخم على الناس، وهذا صحيح، لكن ما هوش تأثير زي زرار. يعني الإعلام ده بيدوس زرار يوجه المجتمع في هذا الاتجاه أو ذاك. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني الإعلام مثلا في دولة زي الاتحاد السوفيتي، الدولة الأمبراطورية الجبارة والدول الشيوعية الأخرى، كانوا مسيطرين على الإعلام سيطرة تامة، وكان ساعتها بقى لا في فضائيات ولا في نت ولا في فيسبوك، كان هم اللي بيوجهوا الإعلام كما يريدون. ماذا حدث؟ الناس رفضت هذا النظام برغم الإعلام اللي قعد عقود، قعد عشرات السنين بيزن في ودان الناس، ومع ذلك رفضوه. إذن فالإعلام ملوش الدور الإيه الأوتوماتيك اللي هو بندوس على زرار بيحول الناس. مش صحيح، مش صحيح. في الفترة اللي فاتت سمعنا البعض بيقول ان الاعلام اصبح دوره محرك للاحداث. هذا غير صحيح، هذا مستحيل كمان. يعني طب ما خلينا مع فترة حسني مبارك. الاعلام في فترة حسني مبارك مش كان بيسبح بحمده وبيقولوا ان ده اعظم حاكم وان كله ماشي كويس وان كل شيء في مظبوط والدولة مؤسساتها عظيمة ودولة القانون؟ مش حصل ثورة؟ إذن الناس ما صدقتش الإعلام. إذن الإعلام لا يستطيع أنه يؤثر على الناس ويعبئها بالصورة اللي هم عايزين. دايما اللي بيخاف من الإعلام أو اللي بيخاف من الواقع ما يحبش المراية. يعني أنا دايما بدي مثال، سيدة جميلة حلوة بتبص في المراية مبسوطة جدا من نفسها، بعد 30-40 سنة تبص في المراية تلاقي نفسها عجزت وكرمشت، فبتمسك المراية دي وتكسرها. لا، ده بيعكس الحقيقة. الإعلام يعكس الواقع، يعكس ما يحدث في الشارع، فإحنا ما نحملش الإعلام ما لا يتحمل. يعني طالما اتكلمنا على الحقيقة وعن صورة في المجتمع والإعلام المفروض إن هو ينقلها كما هي، لازم نتكلم على الموضوعية والحيادية المفروض تكون في الإعلام. إيه الموضوعية وإيه الحيادية وإزاي ممكن الإعلام يراعيها؟ برضو دي قضية مصهرة من سنوات طويلة، وفي نهاية المطاف الموضوعية الكاملة والتجرد والحياد الكامل مش ممكن. يعني أنا بتكلم دلوقتي بحاول أن أنا أكون محايد، لكن طبعا أنا ليه وجهة نظر هتؤثر علي
في طريقه كلامي، في اسلوبي، في الكلمات اللي بختارها. فبالتاكيد ان الموضوعيه الكامله مش موجوده. انما لما نجيب كاميرا تصور احداث في ميدان التحرير، هذه الكاميرا لن تجذب. يعني ممكن هتقول والله الزاويه، واخدين زاويه بحيث ان الناس يبقوا اكتر او يبقوا اقل، ممكن. لكن في النهايه هناك يعني نوع من الموضوعيه، والاعلامي اللي يصل الى درجه من النضج يجب ان يتوخى بقدر المستطاع الحياديه والموضوعيه. طب هو في اعلام غير موجه تماما؟ يعني في مثلا مؤسسه في العالم، حتى انا مش بتكلم بس على مستوى مصر، ممكن اقول المؤسسه دي غير موجهه تماما؟ غير موجهه؟ لا اعتقد. اي مؤسسه في حتى الاعلام الحر اللي بنقول عليه في فرنسا وفي امريكا، لا، في الاخر هو موجه. في الاخر لهم وجهه نظر، في الاخر لهم ثقافه، لهم سياسه معينه بيتبعوها محدش يقدر يخرج عنها. والدليل على هذا ان في اعلاميين احيانا اما بيغيروا قناه من قناه مثلا فوكس اللي هي قناه اليمين المتطرف الامريكي الى ام اس ان بي سي اللي هي قناه اللي يعني اقدرش اقول اليسار في امريكا لكن الليبراليين في امريكا. فده بيحصل. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هذه القناه لها سياسه معينه وبتوجه الامور. طب مش ده يا استاذ شريف يعني يتعارض مع الحياديه والموضوعيه؟ الحيادية والموضوعية معناها أن أنا ما جيش أشتم في الطرف الآخر أو أقول حاجات غير حقيقية. يعني أقول مثلا أن الطرف الآخر ده قتل 1000 في الشارع امبارح، هو ما يكونش قتل 1000 في الشارع امبارح، فده الكذب الصارخ. فالموضوعية هي أن الواحد ينقل الحقيقة كما هي مع رأيه، هو الرأي بقى ده اللي يفرق. الفترة اللي فاتت اتكلمنا كتير جدا على فكرة الرقابة على القنوات التلفزيونية، سواء من وزارة الإعلام أو سواء الرقابة على القنوات التلفزيونية الخاصة كمان. هل ده ممكن يتم فعلا؟ وهل حضرتك مع أنه يتم ولا لا؟ لا، أنا مش مع أنه يتم على الإطلاق. أنا مع حرية الإعلام وحرية الصحافة، وهي دي الوسيلة الوحيدة للخروج من المحنة التي تعيشها. لأن مصر النهاردة زي ما حضرتك في بداية كلامك بتعيش في محنة، فسبيل الخروج من المحنة كل مؤسسة ليها دورها. كل مؤسسة، المؤسسة العسكرية، المؤسسة الأمنية، الإعلام له دور كبير جدا، ليس له الدور الحاسم لكن له دور كبير جدا. الدور ده إيه؟ الدور ده إنه خلينا نرجع ورا شوية. الإعلام لمدة حوالي 40 سنة في مصر كان النبرة الغالبة عليه هي النبرة الدينية، ونبرة يعني الإسلام هو الحل. فهذه النبرة برضو ما أثرتش في الناس تأثير مباشر، يعني خدت لها سنين طويلة عشان تأثر في الناس. النهاردة أتمنى أن الإعلام لا يتبنى شعار أو لا يتبنى وجهة نظر ضيقة، إنما يتبنى وجهة نظر حرية الرأي وحرية التعبير. حضرتك النهاردة عزماني دعيني أنا، لازم يدعى حد من الطرف المناقض يقول كلام مناقض ليا علشان المشاهد يقارن بين الاثنين، وهو يبقى له رأي، بقى ممكن يبقى له رأي ثالث كمان. هي دي حرية الإعلام. طب فكرة الهجوم اللي حصل على الإعلام السنتين اللي فاتوا بشكل كبير جدا، وأعتقد كلنا يعني عانينا منها، يعني في بعض الإعلاميين اتهموا بالعمالة وبالعدم الحيادية وبالخيانة وبتوجيه الرأي العام وبيعني بحاجات كتيرة جدا، وإن هم اللي أدوا لعدم استقرار البلد. إزاي ممكن نتخلص من ده؟ وإزاي ممكن نوصل المواطنين إنه لا، ده مش الدور الحقيقي للإعلامي؟ انت بتسمع وجهات نظر مختلفة وهو بيطرح عليك ما يحدث في المجتمع. حضرتك برضو يجب اولا انه زي ما قلت في ناس لها موقف ومتصورين ان الاعلام ضدهم، اللي هم التيار المسيطر، الاخوان المسلمين ومن معهم. انما في ناس تانيين برضو بيتهموا الاعلام او مش راضين على الاعلام. لازم نعذرهم. لازم نعذرهم. احنا قعدنا 40 50 60 سنة الصحافة والاعلام موجهين بقدر كبير جدا جدا. ومش عايز اقول مثلا لما الاعلام مثلا قبل 67 يقول ان مصر دولة قوية وعندنا صواريخ وعندنا، ثم تقع هزيمة او نكسة، هزيمة 5 يونيو. فازاي الناس تصدق الاعلام بعد كده؟ وهكذا وهكذا. يعني اللي انا عايز اقوله ان الاعلام كذب على الناس في مراحل معينة،
فإحنا لما الناس تبقى عندها حذر أو عندها حرص وتشكك إزاء الإعلام، فده لأنه في خلفية، في خلفية، يعني الناس عندها خلفية أنها خدعت قبل كده. فأتمنى ألا تخدع بعد كده الناس، ولا تخدع إزاي؟ بالموضوعية والحيادية ونقل الصورة الشاملة بقدر المستطاع. بعد الثورة بتشوف إن في تجاوزات من بعض القنوات الفضائية ولا لا؟ في تجاوزات بالتأكيد، في تجاوزات، وبسمع ألفاظ ما كنتش أحب أسمعها في على شاشة التلفزيون. حضرتك فاهمة كويس أنا بقصد إيه. مين المسؤول عنها ومين المفروض إن هو يعني يحدها؟ يحدها المسؤولين عن هذه القنوات. أنا لو مسؤول عن قناة لا أسمح في هذه القناة بشخص أولاً يتحدث بالخرافات والترهات، ثانيا يتهم اتهامات جزافية لكل الناس، ثالثا يتجاوز بألفاظ لا يصح ولا يجوز انها تتقال في التلفزيون. لو مسؤول عن هذه القناة يبقى انا راضي عن كل ما يتم بداخلها. بالتأكيد، بالتالي لازم يكون في جهة اخرى بتوجهني او بتراقب ايه اللي انا بطرحه على الناس. طبعا اغلب الظن، اغلب الظن طبعا. بالتأكيد. طب نعمل ده ازاي يا استاذ شريف واحنا عمالين طول الوقت نقول ما ينفعش يكون في رقابة على الإعلام؟ لا، ما نوقفها ازاي؟ ما هو نوقفها، انا بقول ان احنا ما نقدرش نوقفها، مش هناخد قرار الغي قناة كذا، ده خطأ كبير جدا جدا. لكن اذا احنا عملنا إعلام محترم، إعلام الناس تحبه، الناس تحب تتفرج عليه، في هذه الحالة هينكشف هذا الإعلام السيء المنحط والمبتذل اللي هو بيستخدم أساليب يعني لا يصح أنها تستخدم، وزي ما قلت ألفاظ لا يجوز أن تستخدم في المجال العام، في أي مكان عام، ما بالك على شاشة التلفزيون. فده هيكشف ده، فانتظركم أنكم تكشفوا هذا، مش أنكم تقولوا والله ده عمل كذا، لا، إنما مجرد إن أنا بكون محترم، إن أنا بقول كلام حيادي، إن أنا بكون بحاول أكون موضوعي، إن أنا بقدم الصور، إن أنا بتلفظ بألفاظ محترمة، هكشف اللي غير موضوعي والمنحاز والمنغلق والمتعصب واللي بيستخدم ألفاظ يعني بذيئة ولا يصح أن تستخدم في مكان عام. بعيدا عن القنوات اللي حضرتك بتتكلم عليها واللي احنا عارفينها والمشاهدين كمان عارفينها اعتقد، بعد الثوره نقدر نقول ان الدور اللي لعبه الاعلام بشكل عام ايجابي ام سلبي؟ بعد الثوره؟ انا رايي ايجابي جدا الحقيقه، يعني مع ان انا قبل الثوره كنت الحقيقه منتقد جدا للاعلام، وكتبت مقالات في الاهرام بنتقد فيها الاعلام، وكتبت مقال للاسف منع من النشر اسمه الى متى نسكت؟ إلى متى نسكت؟ لما كنت بشوف الناس في القنوات التلفزيونية بتقول هذا الكلام وهذه الترهات، وبتوجه المجتمع في اتجاه خطير جدا هو اللي أدى بينا اللي احنا فيه ده، كتبت مقال اسمه إلى متى نسكت؟ للأسف ومنع من النشر، للأسف أنه منع من النشر سنة 94، وهذا المقال موجود وأنا نشرته مرة تانية في الأهرام بعد كده، بعد الثورة يعني. طب خلينا نركز على النقاط الإيجابية المفروض يعملها الإعلام، إزاي ممكن الإعلام يعني يهدي من الأوضاع اللي بتحصل في البلد الفترة دي؟ ما هو يعني خرجنا إزاي من الأزمة؟ هل ممكن يبقى له دور ولا لا؟ لا، بالتأكيد، بالتأكيد يبقى له دور. هو أنا بقول مشكلة الشعب المصري الأساسية والمجتمع المصري الرئيسية تتلخص في 3 حروف، واو عين ياء، الوعي. احنا ما عندناش وعي، خلينا نكون صرحاء وواضحين جدا جدا، والاعلام لعب دور كبير، مش هقول الوحيد، انما لعب دور كبير في غياب الوعي. احنا مثلا دلوقتي بنتكلم عن الديمقراطيه، مين يعرف يعني ايه ديمقراطيه؟ كم شخص في مصر يعرف يعني ايه ديمقراطيه؟ ده احنا متصورين ديمقراطيه اننا نحط الصوت في الصندوق وانتهى الموضوع وهي دي الديمقراطيه. طبعا لا، دي خطوه الأولى، في بعد كده خطوات كثيرة، في سلوكيات، في مواقف، في وعي معين. فإحنا ما عندناش كل ده. دور الإعلام توعية الناس بكل هذا، مش توعيتهم كمدرس أو كأستاذ، لا، توعيتهم من خلال إن إحنا نجيب
متخصصين ونجيب ناس متفتحين ونجيب ناس يشرحوا ويتكلموا ويناقشوا ويكون في جدل. انا مش شايف يعني مع احترامي لجميع القنوات، مش شايف حوارات يعني فيها، بسمع حوارات فيها سخونه وفيها يعني تبادل اتهامات والى اخره، لكن مش شايف حوارات على مستوى فكري وذهني راقي. اتمنى ان ده يحصل. بناءة يعني بيخرج منها شيء. اتمنى ان ده يحصل، وفي مصر مليان ناس قادرين على هذا. يعني بما ان حضرتك بتقول اتمنى انه يحصل، خلينا نروح بقى للجزء الاحسن. ازاي ده ممكن يحصل؟ ازاي ممكن يكون عندنا اعلام سواء في الاعلام الحكومي او الاعلام الخاص يكون شبه المؤسسات الاعلاميه كده الكبرى اللي احنا دايما بنحرص على متابعتها؟ ما هو الاعلام يعتمد بصور يعني بدرجه كبيره على الضيوف. فاحنا يجب ان ننتقي الضيوف. انا بشوف اليومين دول في اختراعات جديده، يقول لك خبير استراتيجي، فقيه دستوري. لو الخبراء كتروا كتير جدا الفتره اللي فاتت، والفقهاء كتروا، يعني ايه فقيه دستوري؟ في استاذ قانون دستوري، ايه فقيه دستوري ده؟ فقيه دستوري، خبير استراتيجي، ناشط سياسي، كل دي كلام يعني جميل جدا، لكن احنا عايزين حد في اساتذه جامعه كبار، في مفكرين كبار، في كتاب كبار. اتمنى ان دول يظهروا اكتر، وانه يكون لهم الغلبه، وانه يكون تتاح لهم الفرصة أنهم يتناقشوا، لأنه لهم وجهات نظر مختلفة. وهو ده المطلوب، أن يكون لهم وجهات نظر مختلفة. مش المطلوب أنه كله نبقى ماشيين زي القطيع في اتجاه واحد زي ما قعدنا. وللأسف ما بنشوف برضو كمان يعني بعض البرامج بتجيب اتجاهات زي ما حضرتك بتقول مختلفة عشان يبقى نراعي أن الطرفين يكونوا موجودين. بيحصل جدل طول الحلقه وخناقه وصوت عالي، والناس حتى ابتدت تتعود انها تتفرج على برنامج تلفزيون لازم يكون فيه صوت عالي عشان الحلقه تتشاف، تبقى تجيب اعلانات يعني. للاسف طبعا ده مش في التلفزيون بس، في السينما. ما هو ده انعكاس، اقول ايه بس، انعكاس للثقافه الغالبه. النهارده الواحد لما يمشي في الشارع في مصر يعني الحقيقه ودنه، يعني في حاجه اسمها التلوث السمعي. انا ودني بروح البيت الاقي ودني بتطن، واحاول اسد ودني. الصوت العالي هو السمه الغالبه. ففعلا حضرتك عندك حق، لكن معلش احنا تجربه، احنا بنمر بتجارب. خلي الناس صوت عالي في الاول، خليهم يزعقوا، خليهم يختلفوا، خليهم يتبادلوا الاتهامات. بعد كام شهر هيبتدوا يشوفوا ان الحوار العقلاني والجدل العقلاني والحجج الحقيقية أجدى كثيرا من الصوت العالي. يعني نبدأ بالضيوف اللي موجودين ثم ماذا؟ بالضبط كده. بعد الضيوف، بعد الضيوف بقى مقدم البرامج اللي زي حضرتك والمذيعين برضو دول عليهم دور كبير جدا جدا. ما تزعليش مني أنه يجب أن يتحلوا بالثقافة أكتر من كده. يعني أنا بشوف التلفزيون الامريكي والفرنسي لغايه النهارده بشوف يوميا، يعني بشوف قد ايه المذيع ده مسلح بثقافه كبيره جدا جدا، بحيث ان لما هذا الضيف يقول كلام يقدر يرد عليه، مش يسيبه. انا بسمع كلام مفزع مفزع، والمذيع يبتسم ويسيب الضيف يتكلم. ما ينفعش ما ينفعش واحد يقول مثلا الدستور الفرنسي تم التصويت عليه ب 52%، دي ترددت واتكتبت في كل حته. دي سمعناها طول الوقت. هذا غير، هذا كذب، لان الدستور الفرنسي اتصوت عليه ب 74%. وما ينفعش يتصوت عليه بحاجه و50%. الدستور اللي قبليه بقى اللي هو كان 45 بعد الحرب مباشره، ده فعلا عشان كده هم الكذب برضو. يعني الكذب بيبقى، احنا عندنا حاجه اسمها التوريه في تراثنا، وعندنا حاجه اسمها التقيه في تراثنا. فده الكذب اللي هو مش كذب، يعني يقول لك انا ما كذبتش الدستور اللي فات. لا، انت لما تقول الدستور الفرنسي معناها الدستور الحالي صوت عليه ب 74%، واي حد ممكن يرجع ويشوف هذه المعلومه. فالمذيع او مقدم البرنامج ما يسيبش الضيف، اسف يعني للتعبير، يهرتل. لا، لازم لما يقول حاجه غلط يوقف. الضيوف والمقدمي البرامج، في شيء تاني هل المفروض ان المؤسسه الاعلاميه تراعيه؟ لا، ما هو ده هم دول الاساس، هم دول الركائز اللي بيقوم عليها
الاعلام طبعا. انا ما بتكلمش بقى على اللي ورا كده، المخرج او معد البرنامج، كل ده لازم يكونوا على قدر كبير من الثقافه ومن المعرفه والمام بالعالم ماشي ازاي. يعني احنا الى حد بعيد ما نعرفش العالم ماشي ازاي من حولنا. زي ما بقول لحضرتك، احنا مش عارفين يعني ايه ديمقراطيه. احنا متصورين ديمقراطيه حط الصوت في الصندوق، نجح محمد مرسي يقعد يعمل اللي هو عايزه وياخد القرارات اللي هو عايزها اطلاقا. ده لا علاقة له بالديمقراطية. لا علاقة له بالديمقراطية. ديمقراطية لها، ما عندناش وقت دلوقتي نقولها، ركائز كثيرة جدا جدا أنا كتبتها في كتابي الأخير. أيوه. هي دي الديمقراطية. لازم إحنا واحدة واحدة كده هنتعلمها. قبل ما أختم الكتاب بعنوان إيه؟ لولا الكتاب عنوانه مستقبل مصر بعد الثورة. الـ 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 هذه الركائز انا لولا ان انا عشت 22 سنه في فرنسا ما كنتش عرفتها. يعني لو انا عشت في طول حياتي هنا وقريت مش هعرفها. هعرفها عن طريق النظري. لكن انا لاني عشت التجربه العمليه، وعلى فكره الديمقراطيه الى الان بيعاد النظر فيها. الى الان يعاد النظر فيها. يعني رئيس جمهوريه فرنسا اول امبارح، زي ما حضرتك، رئيس جمهورية فرنسا السابق، أيوة، نيكولا ساركوزي، اتهموه اتهام في منتهى الخطورة وممكن يتسجن فيه. فهل هذه هي الديمقراطية؟ حتى في فرنسا النهاردة في جدل ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون له نوع من انواع الحصانة. الجانب الثاني يقول لك لا، رئيس الجمهورية شخص عادي، بالذات لما يسيب المنصب بتاعه، وحتى هو في المنصب بتاعه له حصانه في حاجات معينه. يعني لو رئيس جمهوريه فرنسا، بلاش فرنسا، لو رئيس جمهوريه في اي مكان في العالم مسك مسدس وقتل واحد، هل له حصانه؟ كل ده كلام لازم نعرفه ولازم نناقشه ولازم نفكر فيه. احنا واضح ان احنا لسه كتير قوي على بال ما نبتدي نتكلم في المواضيع دي ونوصل لها. يعني اكيد احنا استفدنا جدا من حضرتك استاذ شريف بجد، ويعني يا رب في الفتره الجايه كل الاعلام سواء حكومي او اعلام خاص يكون ليه دور اكثر ايجابيه، عشان الاحداث اللي احنا بنمر بيها يعني مش ناقصه. استاذ شريف الشواشي، كاتب الصحفي والاعلامي الكبير، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده. نورتنا. ميرسي جدا جدا. كل مشاهدينا معانا النهارده، خليكم لسه معانا مستمرين معاكم على مدار ساعتين، هنكمل فقراتنا بس بعد الفاصل.